بالك مفاجأة مثلا، أو كنت متوقع إنه مش هياخد مروان محسن، رغم إن مروان على مستوى المنتخبات في السنين اللي فاتت كلها كان متواجد بشكل كبير، ويمكن دلوقتي كمان بيأدي بشكل أكتر من رائع مع النادي الأهلي، ورجع الثقة ورجعت اللياقة حتى الذهنية لمروان. لو كان لو ضم لو ضم مروان لن يسلم من إيه؟ من ألسنة النقد. طيب اللي هي إيه؟ عارف أنت إيه؟ بس عاوز على حسابات سوشيال ميديا ولا حسابات لا لا حسابات سوشيال ميديا عشان ما تضحكش على بعض. اه طبعا السوشيال ميديا يعني خلاص اتصنفت وتعرفت يعني بشكل او باخر، ولا الغالبيه اراء ممكن يقول لك انا عندي في المركز ده اكتر. ما هو عنده مراقب. ما هو ما هو بص بس هو عمليه دلوقتي يا كابتن، معلش كامل احترام لحضرتك، جيبت احمد ياسر ريان دي مفاجاه بالنسبه لي برضه. يعني احمد ياسر عامل شغل مع سيراميكا مش مختلف، لكن يكون يبقى يمتلك الشجاعه انه يجيبه مع محمد شريف عامل شغل كويس جدا، حسام حسن بجانب مصطفى محمد. عندك مهاجم المنتخب حد. مهاجم المنتخب معروف مصطفى محمد. مصطفى محمد عنده ثلاثه، هو لما هيجي يختار القائمه يختار الثلاثه؟ لا هيختار بجانب مصطفى محمد واحد او اثنين، لانه حساباته هتبقى مختلفه في انه يامن مثلا منطقه خط الدفاع منطقه نص الملعب. طب ده انت عندك في نص الملعب، طب ما تيجي تبص عليها تقول عمرو السوليه وطارق حامد وحمدي فتحي تريزيجيه محمد فاروق، برضو محمد فاروق انا ما شفتوش مثلا. اه يعني برضو مختفي حتى يعني حتى في حتى مش زي السنه اللي فاتت مش زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان بصراحه متالق وعامل شغل كبير جدا. برضو الاختيار برضو يعني برضو ليها حسابات، برضو دي تتقال في حسابات برضو ايه؟ هل هو في حسابات المحترفين؟ او مثلا تريزيجيه ما جاش لانه بيلعب مثلا مكان تريزيجيه، فلو تريزيجيه ما جاش ممكن فاروق بيأدي دي لانه بيلعب طرف يمين وطرف شمال ممكن يأدي له دي. يعني كلها حسابات، واكيد الكابتن حسام البدري ادرى بحساباته واللي قعد كذا مره وكان بيتابع المباريات بشكل كبير جدا. وانا عارف وانا مريت بالازمه ديت وانا في المنتخب طبعا. دايما الاختيارات والقائمه عمرك ما هتقول في رضا كامل من كل الجماهير على القائمه، لازم بيكون في انتقادات. بس اولا واخيرا كل الناس بتدعم إذا المنتخب اذا سيطرت يعني 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 عاوز اقول للسوشيال ميديا رفقا بال يعني بالمدربين بالمدربين لانه مش المساله مش مساله حب كوره بقدر ما هو انا شايف مصلحتي فين. انا ممكن انت كمشجع او حتى كمتابع، ولو انت يعني خبير ودايس في الكوره ومفرغ نفسك فيها وبتقعد تتفرج، يمكن هو ليه وجهه نظر احنا ما بنشوفها لازم هنشوفها في الملعب، ولو ما شفناش في الملعب تبقى مصيبه. يعني مثلا الناس زعلانه على ضم احمد سيد زيزو، شايفينه مثلا اداؤه مثلا تراجع بشكل غير الموسم اللي فات ماشي، لكن انت احمد سيد زيزو من اللعيبه اللي صنعوا نفسهم واثبتوا جدارتهم. طب نجيب احمد سيد زيزو ولا نجيب اوباما؟ المساله ما بتتاخدش كده. ما ممكن يبقى عندي ناس موجوده في نفس مركز اوباما افضل من اوباما، او هل اوباما مش في داخل الحسابات؟ يعني هشيل زيزو ودخل اوباما عشان اقول ارض البعض؟ ما بتبقاش كده يا جماعه. هو الراجل شايف مصلحه المنتخب مع ناس برضو احمد زيزو كان موجود فعاش وخلاص، مش هيجيب فتره مباراه كينيا، مباراه برضو مهمه مش مباراه عشان الناس بس ما تروحش بدماغها بعيد، مباراه مهمه وتجربه مهمه جدا كمان مباراه جزر القمر. فاعتقد انا هو العناصر اللي هو اضافها كابتن هاني تقدر تقول عليها مثلا اسلام عيسى، محمد فاروق كان مختفي فتره ورجع، احمد ياسر ريان، لكن باقي فتوح اللي هي دخلت هيبقى لها ايه؟ فتوح يعني شارك مع المنتخب الاولمبي وعنده، ما انا بتكلم لا ده انا بتكلم على المنتخب الاول ماشي. المنتخب الاول ما فيش شك. طب يعني في ناس فتوح مثلاً لو كان مثلا لو كان عبد الله جمعه هو الاساسي وبيلعب في الزمالك مكان هيبقى عبد الله جمعه موجود في في الـ في في الـ في, الـ في التشكيله. فاعتقد ان هو برضو كابتن حسام ليه نظره مختلفه وشايف انه هم دول الانسب لتطبيق فكره، فمش عاوزين يا جماعه نروح لجزئيات احنا خلاص تعبنا منها والله. يعني سيب كل واحد يقدم شغله بقى كده نشوف النتيجه ايه. يعني لما نقول نتيجته كذا يقول له اختياراتك يا كابتن حسام شابه بعض المجاملات، مع ان انا بقول اهو لا هي مجاملات لا مجاملات حسام يعني بدري اللي ما يعرفوش ما بيعرفش الكلام ده في شغله، لانه في الاخر هو اللي هيتحاسب وهو طبعًا. اللي في الوش مش لعيبه بس كمان. فاعتقد ان هو ليه وجهه نظر وشايف دول ان هم لا يدوله، وانا بقول لك اهو في جزء كبير من دول مش هيبقوا موجودين معاه في الفتره
يعني لا يختارهم للسفر الى كينيا. بعض الناس تاني الاخر حاجه انا باخد برضو ودي معاك محمد ابراهيم مثلا. محمد ابراهيم عمل تويتا وقال فيها انا مصري. هل هذه يعني التعليقات من اللعيبه انا هاخدها في سكه تانية بعيدا عن الاختيارات، هل ده في صالح اللعيب ام بتبقى عليه علامه استفهام ام بيبقى ممكن على الضغط السوشيال ميديا في الفترات اللي جايه لو ماشي بنفس المستوى يتبص له؟ يعني الرياكشن نفسه غياب محمد ابراهيم عن القائمه ديت، اولا انت شايف كان يبقى جدير بوجوده في القائمه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ردود افعال اللعيبه، وده مش محمد ابراهيم بس، يعني في بعض اللعيبه كتيره جدا لما بيتمش اختيارها بينزل تويتر او بيكتب على الفيسبوك او هذه يعني التعامل مع عدم الاختيار على الجانب البروفيشنال، هل ده صح؟ ده السؤال الثاني. وجود محمد ابراهيم كان مهم وتعامله في السوشيال ميديا ده سؤال ثاني. لا لا ده خطير، ده دليل على انك انت يعني انك انت تلجأ للسوشيال ميديا، انك انت تضغط على الجهاز الفني وبتقول او انت بتحرجه ده انا مصري. ها لا كلام مش عاوز اقول لك، خلي الملعب هو يعني الفيصل وهو الحكم. برافو عليك. تكونك انك انت تلجا للكلام ده، الكلام ده يا جماعه ما يعني مش عاوز اقول يعني عشان يعني مش ملمين بكل المتابعه بره وشايفين، اعتقد صعب جدا ان حد يطلع يقول المدير الفني انت ما اخترتنيش عشان خاطر كذا، ما اقدرش يعمل حاجه زي كده، الوضع مختلف. يعني انا عايز اقول محمد ابراهيم عامل موسم مع كويس مع سيراميكا. عامل موسم كويس، بس القدرات بتبان فين؟ في المواجهات الكبرى. يعني ايه قدرات اللعيب؟ ما اقدرش احكم عليه في المواجهات المتوسطه، اواجه لما اشوفك بتلعب ضد الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي بشوف قدراتك انت عامل ايه تحت الضغط واللعب والمصري والكلام ده. فهل محمد ابراهيم خارج حسابات حسام بدري لو شايف ان محمد ابراهيم هيفيده في المرحله دي؟ ماشي. ويعني محمد عنده يعني اصرار ان هو يعني يثبت قدراته، لكن حتى الان انا كمتابع يعني وبشوف لسه ما وصلش للمرحله اللي هو مطلوبه برضه يا كابتن. طيب.